برحب بكل مشاهدينا من جديد ومستمرين معاكم في فقرات اخبار اون تايم. دلوقتي جه معانا مع اخر فقره، فقره وان شوت. دايما بنشوف خلال السنوات اللي فاتت عدد كبير جدا من اللعيبه اللي بيقدروا ان هم يتواجدوا في الملاعب لسن كبير لدرجه ان هم بيتجاوزوا يعني المعدل الاعمار اللي فعلا متعارف عليه لسن الاعتزال، لكن بطل فقرتنا النهارده في وان شوت كسر كل القواعد دي وهو اسطوره كره القدم الياباني كازويوشي ميورا، طبعا ملقب بالملك كازو، اللي قرر ان يعود مره اخرى للملاعب بعمر 55 سنه. واكد اللاعب انه توصل الى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت اللي بيلعب طبعا في صفوف الدرجه الرابعه في الدوري الياباني واللي بيشرف على تدريبه شقيقه كمان الاكبر. كان ميورا عزز طبعا رقمه القياسي كاللاعب الاكبر سنا كان في اليابان عندما دافع عن الوان يوكاهاما اف سي في دوري الدرجه الاولى الياباني، لكن اكتفى بخوض دقيقه واحده فقط في صفوف فريقه اللي انهى الموسم في المركز الاخير. كان ميورا من اشهر اللاعبين الاسيويين في التسعينات من القرن الماضي، وبدا مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام طبعا 1986، وسجل معاهم 55 هدف في 89 مباراه خاضها في صفوف المنتخب الياباني، وشارك في مونديال كمان فرنسا 98. بسم الله ما شاء الله. قبل ما اختم حلقتي النهارده عايز طبعا اهني نادي الزمالك على مرور 111 سنه على تاسيسه، طبعا يعني اكيد واحد من القلاع الكبرى اكيد في مصر مع النادي الاهلي، نقول له النهارده الف مبروك كده.